مجالس الادارات اللي فاتت وتطلع، وبعد كده يحصل حل لمجلس اداره، وبعد كده تتشكل لجنه في مجلس الاداره، وبعد كده تيجي. فمفيش سيستم موجود، مفيش نظام موجود. لكن لو في ناس بتحب النادي بجد كيان نادي الزمالك. وتحب الكيان بجد، الناس ديت مفروض يعني اللي شايف نفسه مش قادر يكمل يتفضل، لكن مفيش حد ما كملش. يمكن اعتقد ان ديت يمكن واقع لن تعدي اصابع اليد، ان مجلس اداره تقدم استقالته بالكامل، يمكن تكون الوحيده في تاريخ نادي الزمالك. وده كان ليها اسباب، ان احنا فعلا احنا انا بحيي زملائي اعضاء مجلس اداره على الشجاعه وتقديم مصلحه نادي الزمالك على مصلحتهم الشخصيه. كان كل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك موافقين على قرار الاقاله باستثناء كابتن جمال عبد الحميد، هل هو ما كانش موافق على الاستقاله الجماعيه ولا ايه؟ لا، كان موافق معانا، بس هو كان نزل وبعد كده طلب انه يرجع تاني يوقع الاستقالة، وكنا احنا مشينا. لكن هو يعني من ضمن المجموعة اللي موافقة على الاستقالة، واعتقد ان هو في اجراء ممكن يقدم استقالة، يعني يا يمضي روح يمضي في مدير الشباب والرياضة، او يقدم استقالة يعني منفردة، مفيش مشكلة. خلاص الاستقالة رسمي راحت لوزارة الشباب والرياضة. وصلت النهارده للشباب والرياضة ان شاء الله.